مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. من المسلمات المعروفة في السياسة الدولية أن السياسة دائما تحتل المقعد الخلفي للاقتصاد، أي أن السياسة تخدم الاقتصاد. من هذا المنطلق بدأت السياسة المصرية تحركات عدة في الأونة الأخيرة لإنعاش الاقتصاد وتنميته، حيث قام الرئيس محمد مرسي بزيارة مؤخرا اعتبرت تاريخية إلى الصين، وأبرم معها عدة اتفاقات تجارية بما يقارب 5 مليارات دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار منحة لا ترد من بكين. قبل ذلك حصل الاقتصاد المصري على 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية وقطر، وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط 1 مليار دولار من ديونها المستحقة على مصر والتي تتجاوز 3 مليارات دولار. هناك ما يبدو رغبة خارجية في مساعدة مصر بعد الثورة وتشجيع التجربة الديمقراطية الوليدة واستعادة الاستقرار الداخلي، لكن بالمقابل هناك انخفاض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية وتضخم ومشكلة بطالة وتخوفات من اللجوء إلى الاقتراض من الخارج. ما هو إذن المنحنى الذي يسير فيه الاقتصاد المصري؟ وما هو التقييم الحقيقي لأداء الاقتصاد؟ وهل يتجه شرقا أم أنه يوازن علاقاته ويعدد اتجاهاته؟ سنحاول في هذه الحلقة إجراء عملية تقييم للتحركات الحالية للاقتصاد المصري واستشراف المستقبل. يسعدني أن يكون معي في الاستوديو الدكتور سامر عطلة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية. مرحبا بك دكتور سامر. وأيضا معي أستاذ عبد الحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي. مرحبا بك أستاذ عبد الحافظ. سأبدأ معك دكتور سامر، وربما من القرض من صندوق النقد الدولي، لأن يعني الحديث في هذه الأيام عن القرض، قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تحتاج مصر من صندوق النقد الدولي. ما هو موقفك من هذا القرض؟ موقفي هو الرفض طبعا. أنا شخصيا شايف ومعي ناس كثيرين يروا أن القرض لا يحل مشاكل مصر الاقتصادية الهيكلية، وليس كما يسوق له ان هو حل على مدى قصير. انا شايف ان هو بالعكس، هو بيفرض سياسات اقتصاديه على مصر ستستمر لسنوات طويله جدا، وبالعكس اكتر من ده كله ان هو بيفقد الاستقلاليه في السياسه الاقتصاديه المصريه. طب كيف ذلك؟ يعني تبقى لبعض التصريحات من جانب المسؤولين ان هذا القرض لن يكون هناك نوع من فرض سياسات معينه من جانب صندوق النقد الدولي، لن يكون هناك تحكم في جانب السياسات النقديه والماليه لمصر. اذا بماذا تفسرين جولات التفاوض الذاهبه والاتيه من واشنطن لتقييم هذا القرض؟ بالعكس، هي ما يحدث الان يعني هو تغيير طفيف جدا في اليه عمل صندوق النقد الدولي. في السابق كان صندوق النقد الدولي بيفرض شروط معينه باجراءات وسياسات اقتصاديه معينه معروفه للكل. الان ما يحدث ان الحكومه هي التي تطلب القرض، هي اللي بتحدد سياسات معينه، وعلى القرض ان يوافق او لا يوافق في مقابل اعطاء القرض. فهي نوع من انواع المشروطيه بطريقه غير مباشره. الزيارة السابقة أيام حكومة الجنزوري، الحكومة المصرية قدمت ورقة عمل من 7 صفحات للسياسة الاقتصادية اللي هتتبعها، وكان على صندوق النقد يقيم إذا كان السياسات دي تلقى قبول عنده أو لا، وفي مقابل القرض. أنا أعتبر ده نوع من أنواع المشروطية، وأعتبر ده نوع من أنواع فقدان استقلاليتنا الاقتصادية، لأن الصندوق سيستمر في متابعة سياساتنا الاقتصادية طوال فترة سداد القرض. أي قرار اقتصادي هنتخذه طوال الفترة اللي نحن مديونين بها لصندوق النقد، سيتدخل صندوق النقد في أي سياسة اقتصادية. نعم. وده ليس بالجديد على صندوق النقد، إحنا بالتعبير المصري عايشناه وعارفينه. في خلال 20 سنة اللي فاتت من ساعة ما بدأت العلاقة الرسمية مع صندوق النقد الدولي، وأنا الاقتصاد المصري وعموم المصريين بيعانوا من سياسات فرضها صندوق النقد على المصريين. نعم، انتقلك أستاذ عبد الحافظ، هل الحل من وجهة نظرك الآن هو الاقتراض من الصندوق؟ وكان قبل ذلك يعني سيكون اقتراض قبل ذلك يعني منذ 15 شهرا اقتراض ب 3.2 مليار دولار، كان وقت ذلك أعتقد يعني وقت وزير المالية سمير رضوان. نعم. الآن الاقتراض 4.8 مليار دولار، يعني نسب أكثر واقتراض أكثر من الصندوق. أنت يعني ما هي وجهة نظرك؟ هو لابد أن نضع قضية الاقتراض من صندوق النقد الدولي في سياقها العام
للاقتصاد المصري. تقييم الاقتصاد المصري في مؤشرات الكلية في ضوء أدائه ما بعد الثورة هي عملية يشوبها الكثير من الظلم، لأن الاقتصاد المصري يعاني من مشكلات تاريخية ومزمنة منذ أن بدأنا الدراسة في أقسام الاقتصاد، ونحن نعلم أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر يعاني من هشاشة، بمعنى أنه يعتمد على المصادر الريعية، وأن هناك تراجع في القطاعات الإنتاجية وبخاصة في الزراعة والصناعة، تلك القطاعات التي كان يتميز بها الاقتصاد المصري في فترة ما، وكانت تحقق معدلات بغض النظر عن القيمة المضافة، كانت تحقق معدلات من الاكتفاء الذاتي مرضية، وكانت تشبه حاجات المستهلك المصري. أيضا نحن نعلم أن عندنا عجز في ميزان المدفوعات، لم يحصل فائض في تاريخ ميزان المدفوعات المصري إلا قرابة يعني من 6 لـ7 سنوات التي مورست فيها عملية الخصخصة، وتمثلت في العائد من بيع رخصة الاتصالات، من بيع بعض المصانع، من بيع بعض الأراضي وما إلى ذلك. فلذلك لكن لما حينما ننظر إلى واقع، إذا ما استبعدنا هذه المصادر ونظرنا إلى ميزان المدفوعات سنجد فيه عجز، فعاد العجز مرة أخرى إلى ميزان المدفوعات حينما توقفت هذه اللعوبة أو الأكتوبة الكبرى التي كنا نسميها استثمارات أجنبية مباشرة. فمثلا حينما يأتي بنك من دولة سين ويشتري بنك اسكندرية، يعني ماذا أضفت أنا الآن إلى الاقتصاد المصري قيمة؟ أنا أرحب بهذا البنك أن يأتي إلى مصر وينشئ بنك جديد، ولكن لا أبقي أنا على بنك اسكندرية بفساده وعدم أدائه المصرفي الجيد. حينما أنظر إلى ميزان التجاري لمصر منذ أن بدأت قراءاتي في الاقتصاد، وأنا عندي معلومة بدهية أقولها في كل وقت وأنا في غاية الاستراحة، أن صادرات مصر تساوي 50% من وارداتها. يعني أقولها منذ أن كانت وارداتنا 8 مليار وصادراتنا 4 مليار، وأقولها الآن حينما زادت صادراتنا عن 50 مليار ونصدر ب 23 مليار. طب هل الحل هو الاقتراض من صندوق النقد؟ الحل نحن ننظر إلى قرض الصندوق في إطار حزمة من الإصلاحات. من غير المقبول الآن، وهو لا يستلزم أكثر من قرار من الهيئة العامة للبترول أو من رئيس الوزراء. ما الضامن يعني هذه الحزمة من الإصلاحات؟ يعني نسمع عن الاقتراض من الصندوق نحن الآن، ولكن يعني لا نسمع عن الإصلاحات. دعيني أكمل فكرتي. نعم تفضل. يعني أنا الآن حينما أتكلم عن قضية الدعم ينتاب الناس كثير من الفزع، لكن حينما أقول أن بنزين 95 حينما أرفع عنه الدعم الآن سيوفر 300 مليون جنيه للموازنة المصرية، وهذا البنزين لا يستخدمه إلا علية القوم وأصحاب الدخول المرتفعة. إذن أنا في يعني خلاص ده قرار، يعني حتى لو كانت 300 مليون لكن دلالتها في انتهاج الحكومة لسياسة من الترشيد الاقتصادي سيكون لها مردود كبير جدا. حينما أنظر مثلا إلى السادة المستشارين بالجهاز الإداري للدولة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عام ويعينون في هذه الوظائف كنوع من المجاملة، وحسب الأرقام المنشورة من وزارة المالية أن هؤلاء المستشارين يكلفون الموازنة العامة شهريا 2 مليار، فحينما نضرب هذه التكلفة في 12 شهر عندي 24 مليار، فأنا أستبعد 24 مليار من عجز قدره 170. حينما أنظر إلى قضية طيب التشابكات، اسمح لي، معلش عفوا اسمح لي، أنت الآن يعني توفر 24 مليار من ترشيد الإنفاق من بند الحكومي واحد. يعني من بند وليس تطالب، تطالب أن يكون هناك ترشيد للدعم أو إعادة للدعم. أنا الآن يعني أنت سألتين عن حزمة الإصلاحات، أنا تحدثت عن أحد الفروع في هذه الحزمة. طب لماذا الاقتراض؟ يعني إذا كنا قادرين على هذه الاقتراض، الاقتراض هو الحل السهل الذي تريد أن تلجأ إليه الحكومة أن تتعب نفسها. أولا إذا كانت هناك نية جادة لمواجهة تدهور الاقتصاد المصري لابد أن يخرج علينا رئيس الوزراء ببيان عن الوضع المالي في مصر وحقيقته ومصادر عجزه، ويواجه هذا البيان المالي ليقول لي ما هو برنامج الإصلاحات في منظومة الأجور، ونحن لا ندري إلى الآن لماذا لم ينفذ الحد الأقصى للأجور وأن يوضع له سقف. يعني من غير المقبول أن يحصل أحد العمال في القطاع الحكومي على 350 جنيه
ويتقاضى احد رؤساء الهيئات العامله في طيب. جوده التعليم محافظة أنت في حزب عالميه 85 انت في حزب الحريه ارجوك لا انا لا ارجوك لا لا تترقي الى هذا انا اتيت الى هنا كخبير اقتصادي انا لا ادري انا معلومتي انا معلومتي الشخصيه لا لا لا. عفوا استاذ عبد الحافظ السلام عليكم السلام عليكم استاذ عبد الحافظ السلام عليكم المايك انا لا ادري يعني في جميع الاحوال ماذا يحدث استاذ عبد الحافظ لا لا يعني انا لا. سالت السؤال من وجهه نظري الشخصيه وما هي وجهه نظر الحزب في جميع الاحوال طيب مشاهدينا الكرام اواصل معك دكتور سامر طبعا يعني نعتذر اذا كان هناك يعني اي خطا مع استاذ عبد الحافظ ولكن كانت يعني سؤال عن ايضا وجهه نظر الحزب فيما يخص يعني صندوق النقد الدولي والاقتراض يعني من جانب مصر من جانب الصندوق اواصل معك دكتور سامر انت كنت تعترض على موقف مصر من هذا الاقتراض نعم زي ما وضحت هو يعني هو البدائل الموجوده هو زي ما قال الاستاذ عبد الحافظ قبل ما يمشي الحكومه وانا وبعدين لما بتكلم على الحكومه بتكلم على السلطه التنفيذيه ككل سيد الرئيس مرسي ورئيس الوزراء بيلجأوا للحل السهل في حلول كتيره جدا تقلل من احتياجنا او عجزنا الخارجي العجز الخارجي هو الفرق ما بين ما تحتاجه ما تصدره مصر للخارج وما تستورده للخارج في حلول كتيره جدا وهي حلول غير معقده وحلول اي طالب في كليه اقتصاد في سنه اولى يعرفها لكن هي حلول تحتاج الى شجاعه سياسيه نعم ولانها في صعوبتها بتتطلب ان الحكومه تنحاز ضد فئه معينه في المجتمع فئه قويه اقتصاديا وليست قويه سياسيا بمعنى من فئه قويه اقتصاديا انها لها مصالح اقتصاديه قويه في البلد ولكنها لا تمتلك القوة السياسيه لانها اقليه في العدد ممكن نتطرق لهذه السياسات اللي ممكن الحكومه تقدر تطبقها لتقليل العجز الخارجي احنا بقالنا كتير قوي بنتكلم على وزي ما الاستاذ عبد الحافظ اشار دعم الطاقه ده جزء كبير منه دعم للصناعه اللي بتحقق ارباح على اساس هذا الدعم وهو بالاساس بيأثر في عجز الموازنه الداخلي لكنه ايضا بيأثر في عجز الموازنه الخارجي لان جزء كبير من المنتجات البتروليه اللي احنا بنستخدمها في مصر مستورد احنا بنستورد بحوالي 50 مليار دولار خمسهم 10 مليون دولار منتجات بتروليه نعم فهناك فرصه للحكومه ان تتعامل مع العجز الخارجي بسياسات فيها بعض من القوه على عكس ما تطرحه الان وهو الاقتراض من صندوق النقد الدولي نعم طيب انا في جميع الاحوال يعني فقط انوه على انسحاب استاذ عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي من الحلقه بالطبع هو انسحب على الهواء مباشره ولكن في جميع الاحوال نحن نشكره شكرا جزيلا دكتور سامر اواصل معك يعني عدد كبير من السياسات انت تقترحها تكون بديل للاقتراض من الخارج ولكن هل هذه السياسات سواء فيما يخص الدعم سواء فيما يخص إعادة هيكلة الأجور أو يعني ترشيد الإنفاق الحكومي هل كل هذه السياسات من الممكن أن تكون سياسات سريعة تكون قادرة على حل أزمة السياسات المالية والنقدية داخل مصر؟ أولا حضرتك سؤالك في نقطة مهمة جدا أنا حتى الآن لم أرى تقرير علمي ومسؤول يقول ان احنا في ازمه نقديه. انا عايز اعرف كواحد مطلع بشؤون الاقتصاديه المصريه ما هو حد هذه الازمه؟ ما هي امكانياتنا الماليه سواء بالتزاماتنا الداخليه والتزاماتنا الخارجيه؟ انا في كل شهر بيطلع تقرير من صندوق من البنك المركزي المصري بحجم الاحتياطات الاجنبيه. ناس تقارير كتير بتقول ده يكفي 4 أشهر ده يكفي 6 أشهر من الولايات لكن حقيقة الأمر إن من الجهة المسؤولة الوحيدة في مصر وهي البنك المركزي المصري ما بيطلعش يقول إيه هي حجم المشكلة الموجودة في مصر بالنسبة لالتزاماتنا الخارجية كلها تقارير كلها وصرح مصدر مسؤول فما فيش يعني حاجة علمية تقدر تقيمنا تحدد لنا حدود هذه الأزمة عشان نقدر
بقياس علمي برضو نحدد العلاج المقترح لهذه الأزمة. طيب يعني يخرجون علينا أن هذه أن هذا القرض ربما يكون ضروري الآن حتى يكون هناك إعادة هيكلة لعدد من السياسات، ربما يعني عندما يأتي العام القادم تكون هذه السياسات قد تم تنفيذها، أما الآن فهناك عجز في الموازنة. ما هو الآن دي حضرتك برضو ما هو ساعات كتير في الحديث الإعلامي بننسى أن الآن دي يعني 3-4 أشهر دلوقتي جت بعثة من صندوق النقد الدولي بيتفاوضوا، وبعدين في جولة تانية للمفاوضات، وبعدين البعثة دي بترجع تاني لمقرها في واشنطن بتقابل مجلس إدارة صندوق النقد، وبعدين بتاخد موافقة، وبعدين ترجع، وبعدين بيمضوا بالحروف الأولى، فكل هذه أشهر. وحاليا احنا في حالة ان احنا ما عندناش برلمان، فهل الرئيس مرسي هياخد قرار بالموافقة على هذا القرض ويتحمل مسؤوليته لوحده، ولا هينتظر لما يكون في برلمان منتخب والبرلمان هو اللي يقر هذا القرض؟ فاحنا بنتكلم على مدى زمني يتسع من شهر يتسع من شهرين الى حتى 4 أشهر. انا لا اتصور في تقديري ان القرض ده لو اتفق عليه يعني الفلوس هتبقى موجوده بعد بكره. وبعدين في نقطه تانية برضو ما تبقاش واضحه للناس، ان القرض ده مش الأربعة مليار هيضخوا مرة واحدة، لا ده هيتضخ على مراحل. وبرضو نرجع للسؤال بتاع حضرتك اللي هي بتاعت المشروطية، جدول ضخ هذه الأموال مشروط بتقدم معين في السياسات اللي الحكومة المصرية التزمت بها. فالفكرة الآنية ان الآن نحتاج الى هذا القرض، انا فكرة يعني بضع عليها كثير من الشك وكثير من الحيرة في الحقيقة الأمر، لان احنا بقالنا ما يقرب من العام والنصف يقال لنا نحن في أزمة، نحن في خطر، نحن المستوى الاحتياطي النقدي المصري يكفي 3 أشهر، وعدت بعد 3 أشهر 3 أشهر أخرى وثلاثة أشهر أخرى، فما ناش عارفين إحنا كشخص مختص أنا مش قادر أقدر تقدير علمي حقيقي لمدى احتياجنا النقدي الاحتياطي ده يكفي قد إيه من واردات. طيب فيما يخص يعني مثلا المتأخرات الضريبية، تغيير السياسة الضريبية في مصر، وضع هيكل ضريبي متصاعد أو نظام ضريبي متصاعد في مصر، هل كل هذا من الممكن أن يساعد في فترة قادمة؟ بطبيعة الحال بطبيعة يعني حضرتك لما السياسات حضرتك تطرحيها دي ناس كتيرة جدا بتتكلم فيها بقى لها سنة ونص، بتتكلم فيها قبل الثورة، احتياجنا إلى نظام ضريبي تصاعدي، ومرت الحكومة تلو الأخرى تلو الأخرى، وحتى الآن وحزب الحرية والعدالة يعني أظن في البرنامج بتاعته البرنامج بتاعه يعني يرفض الضرائب التصاعدية بشكل مباشر وواضح، أنه موضوع الضرائب التصاعدية ده بالنسبة له شيء مرفوض جدا، في حين أنه ده يعني لا استحالة نتكلم في منطلق عدالة اجتماعية بدون ضرائب تصاعدية. نعم. معي أيضا اتصال هاتفي، معي دكتور سامر سليمان أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية. مرحبا بك دكتور سامر. يعني هناك قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الممكن أن تأخذه مصر من صندوق النقد الدولي، أنت ما هي وجهة نظرك فيما يخص هذا القرض؟ مساء الخير جميعا. مساء الخير. الحقيقة المشكلة في القرض مش بس ان هو بيحط عبء على ميزانية الدولة، ولا ان بس ان مفيش شفافية في الموضوع كافية، المشكلة الكبرى ان هو مفيش اي تصور تم طرحه عند السلطة الجديدة بخصوص حل مشكلة مالية الدولة المصرية. المشكلة دي قديمة مش جديدة، يعني قديمة من منتصف الثمانينات، وواضح ان هو في الايرادات الدولة المصرية لا تكفي نفقاتها، ونفقاتها فيها مشكلة، فيها فساد، فيها اهدار وحاجات زي كده. فاللي انا شايفه القضية الكبرى ان هو حد مزنوق فبيدور على قرشين يفك بيها الزنقان، انما هيعمل ايه بعد كده المسألة مش واضحة. طب موضوع الضرائب هنعمل اصلاح ضريبي ازاي مش مفهوم، طب التهرب الضريبي ده هنتعامل معاه ازاي محدش بيتكلم، طب الضريبة العقارية اللي هي كان حتى الحكومة القديمة اللي هي نعتبرها منحازة لرجال الأعمال كانت اتكلمت على الضريبة العقارية انتهى الكلام عنها ومش واضح هتطبق امتى.
يعني هذه القضيه الكبرى، ان هو في اتجاه للقرض وما فيش اي اتجاه لطرح مشاكل الدوله المصريه، ماليه الدوله المصريه اللي هي قديمه ومش هتتحل من خلال القرض. طيب دكتور سامر، يعني بافتراض ان الحكومه المصريه اعلنت عن كيفيه حل هذه المشاكل فيما يخص الدعم واعاده، يعني من جديد اعاده صياغه هذا الدعم وتوجيهه الى مستحقيه ورفع الدعم عن مثلا الطاقه الكثيفه الى المصانع، ايضا فيما يخص مساله الاجور والضرائب وترشيد الانفاق الحكومي، اذا كانت هناك سياسات واضحه فيما يخص هذه المشاكل، هل في هذه الحالة من الممكن أن يكون هناك اقتراض في الوقت الحالي؟ لا مش بالضرورة، ما هو مش بالضرورة، يعني هي الـ يعني أنا طبعا مش عارف، يعني هم عندهم البيانات وهم قاعدين في مركز صناعة القرار وعندهم الصورة، احنا مش عم يعني ما عندناش كل المادة اللي عندهم، ما نعرفش المعلومات اللي عندهم، فبالتالي انا يعني صعب، يعني ممكن ابقى مبالغ لو قلت ان انا يعني غلط تماما ان هم ياخدوا قرض، هفترض وهسلم ان هم محتاجين قرض وده ممكن يعني ياخدوه. القصه ان هو القرض ده مش محطوط في اطار اصلاح السياسه الماليه العامه للدوله، هي دي القضيه اللي عايز اركز عليها. يعني ان هو ان مفيش تفكير للاجل الطويل، في تفكير للاجل القصير، حل ازمه ان هو تجيب شويه فلوس وبعد كده ربنا يفرجها بعدين. هي دي المشكله الكبرى، والمشكله الكبرى ان هو المسائل دي بتاخد وقت، يعني اصلاح ماليه الدوله دي بتاخد وقت ومحتاجه تفكر فيها من دلوقتي، ومحتاجه تحالفات سياسيه وتحالفات اجتماعيه، لان الكلام على الضرايب دايما بيصير معارضه. هي دي المشكله، المشكله انا في ظني ان هو احنا داخلين على انتخابات برلمانيه، واضح ان السلطه الجديده مش عايزه تعمل اي اجراءات غير شعبيه، مش عايزه تتكلم عن الضرايب، مش عايزه تتكلم عن تنميه ايرادات الدوله، وفي نفس الوقت مش بتتكلم خالص على مساله ترشيد الانفاق، مش بتتكلم على مكافحه الفساد، مش بتتكلم على الضرب على الفاسدين في جهاز الدوله، لانها في نفس الوقت بتحاول انها تعمل نوع من انواع السيطره السياسيه على جهاز الدوله على الموظفين. فبالمعنى ده ما فيش اي تغيير بيحصل ولا حتى تجميل، يعني كنت متوقع ان يحصل تغيير تجميلي في السياسات المصريه بعد وصول الرئيس مرسي وتشكيل الحكومه الجديده، انا مش شايف حتى سياسات تجميليه. نعم، شكرا جزيلا لك، كان معي دكتور سامر سليمان استاذ الاقتصاد السياسي في الجامعه الامريكيه، يعني يبدو انه اتفق معك في وجهه النظر. هناك ايضا يعني زياره من جانب رئيس الجمهوريه الى الصين، هل يعني تنوع هذه السيارات، يعني تنوع الاتجاهات لدخول استثمارات متنوعة إلى مصر قد يعزز من فرص الاستثمار داخليا وأيضا من جانب الدول الأخرى ويحسن وضع الاقتصاد المصري؟ هو أنا في تصوري المشكلة مش في تنوع الاستثمار، المشكلة في نوعية الاستثمار، هل هو استثمار خارجي بيخلق وظائف، هل هو استثمار في صناعات كثيفة العمالة بتقلل من حجم البطالة الموجودة عندنا في الاقتصاد المصري ولا لا؟ أنا ما تفرقش معايا إذا كان المستثمر صيني ولا أمريكي ولا بلجيكي، أنا عايز استثمارات بقيمة مضافة عالية، عايز استثمارات في صناعات كثيفة العمالة، عايز استثمارات في القطاع الزراعي اللي أهمل لفترات طويلة جدا، عايز استثمارات تقدر الصناعات المصرية إنها تتعامل معاها وتقدر إنها تتجاوب معاها وتقدر إنها تتفوق عليها كمان. كون الجنسية دي جاية منين أو لا، دي أظن منطلق سياسي أكتر منه اقتصادي. لو أظن في تصوري يعني المتواضع أن تعدد مصادر الاستثمار الخارجي في مصر شيء مفيد، أن احنا يعني يكون تغيير عن اعتمادنا الكامل على الاقتصاد الاستثمار الغربي في مصر. نعم، فيما يخص الصناديق الخاصة، يعني لغز من الغاز في مصر هي الصناديق الخاصة، تتعدد الروايات وأيضا يعني عن المبالغ الموجودة داخل هذه الصناديق، هل من الواجب الآن أن يتم الفحص يعني عن هذا اللغز، ماذا في الصناديق الخاصة، وهل من الممكن أن تساعد في حل يعني أزمة الاقتصاد المصري؟ أنا بسميها الصناديق السوداء، لأنها في حقيقة الأمر إحنا برضو ما نعرفش زي ما حضرتك أشرتي حجمها قد ايه، حجم الارصده بتاعتها قد ايه، في تقارير بتتكلم في ارقام فلكيه وفي تقارير بتتكلم لا في ارقام اقل بكثير، اقل بكثير، فهل هي فعلا حجمها الى هذه الدرجه كبير يقدر يساعد في سد عجز الموازنه، ام ان هو يعني التقارير اللي بتكبر الموضوع بتبالغ فيه.
هو في مبدأ في المالية العامة مبدأ يجب أن تلتزم به الموازنة المصرية، هو مبدأ الوحدة، هو أن تبقى كل ما هو مال عام يبقى تحت موازنة واحدة، كل ما يصرف على مال عام يبقى تحت بند يعني موازنة واحدة، حتى عشان تبقى في تحديد السياسات يبقى أمر سهل على صانع القرار أنه يتخذ إجراءات اقتصادية باتجاه الموازنة. المشكلة في هذه الصناديق الخاصة أنها بتعتمد على جزء منها على حسب ما يقال وحسب ما منشور ان هو جزء منها كان بيخدم مصالح اقتصاديه معينه فيها جزء شبهه فساد، لكن برضو في حقيقه الامر في جزء منها برضو بيخدم كانت قطاعات معينه كانت ما بتلاقيش اي نوع من انواع الدعم الحكومي فاضطرت انها تلجا لما يسمى بالصناديق الخاصه. وده يرجع للمشكلة عندنا ان احنا دايما نسيب المشكلة حتى تتضخم فيصعب التدخل الاصلاحي فيها، بتحتاج تدخل جذري لانها مشكلة بتتضخم بحجم كبير جدا زي مشكلة دعم الطاقة. فانا في تصوري ان هو يعني حان الوقت ان احنا نتكلم بارقام، نتكلم باسلوب علمي. الصناديق الخاصة حجمها قد ايه؟ حجم انفاقها قد ايه؟ حجم وارداتها قد ايه؟ حجم ارصدتها في البنوك قد ايه؟ ازاي ان احنا نقدر نضم هذه الصناديق الى الموازنه العامه؟ نعم. طيب ايضا يعني مؤخرا كانت هناك يعني مليارات، مليار من السعوديه، ايضا من دوله قطر، الولايات المتحده تتحدث عن انها من الممكن ان يكون هناك يعني خصم لمليار دولار من ضمن الديون المصريه. هل هذه يعني المساعدات الاقتصاديه من الممكن ان يعني تحل المشاكل الموجوده هي برضو الان؟ ما هي حضرتك هي دي كلها يعني بنسميها كده يعني دفعات اقتصاديه مجرد انا في تصوري للحفاظ على العمله. المليار دولار بتاع امريكا حتى لسه على حسب تقرير منشور في نيويورك تايمز من يومين مش واضح بالظبط طريقه التعامل الاداره الامريكيه معاها هيكون ازاي، هل هو اسقاط كامل لمليار دولار، هل هو مبادلة الديون باستثمارات، يعني حتى مش واضحة بالظبط. حتى الآن اللي أنا متأكد أنه دخل أرصدة البنك المركزي المصري هو 500 مليون دولار من قطر، لأن أعلن رسميا البنك المركزي عنده كل دي في تصوري كلها مساعدات للحفاظ على العملة المصرية. نعم. وليست يعني استثمارات بتحقق قيمة مضافة في الاقتصاد المصري. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك. كان معي الدكتور سامر عطلة أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.